طيبة مشاهدينا، وأهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. استعاد الجيش السوري الحر السيطرة على تلال استراتيجية قرب الحدود الأردنية بعد أن سيطرت عليها لساعات قوات النظام المدعومة بميليشيات إيرانية. مصادر ميدانية أفادت بأن قوات النظام وميليشيات حزب الله والميليشيات الإيرانية وصلت لمسافة تبعد 10 أمتار عن الحدود السورية الأردنية في ريف السويداء الشرقي قبل أن يشن مقاتلون من الجيش الحر هجوما معاكسا ويستعيدون السيطرة على المنطقة. أعلن مسؤول وحدة الآليات العسكرية الثقيلة بالجيش العراقي المقدم مهدي الخفاجي إقامة قاعدة عسكرية أمريكية قرب قضاء تلعفر استعدادا لتحريرها. وقال الخفاجي في تصريح إن إنشاء القاعدة جاء بموجب مشاورات جرت بين قوات أمريكية وعراقية يوم الجمعة في منطقة زمار غرب مدينة الموصل، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإعلام العراقية. أعلنت مصادر عسكرية ويمنية بدء عملية عسكرية ضد تنظيم القاعدة في محافظة أبيان شمال شرق عدن، وتخوض القوات الحكومية بدعم من قوات التحالف العربي بقيادة الإمارات والسعودية معارك ضد التنظيم أسفرت عن طرد أفراده من محافظة شبوة مطلع الشهر الجاري. وقال مصدر عسكري إن قوات الحزام الأمني بدأت عملية انتشار في بلدة المحفد ونصبت نقطة تفتيش على طريق خبر المراقشة الذي يعد المعقل الرئيسي للتنظيم وتحركاته في بلدات ريف أبيان. وصفت كوريا الشمالية يوم الخميس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه فاقد للإدراك بحسب وصفهم ولا يستجيب فقط إلا للقوة، كما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في تصعيد للحرب الكلامية بين واشنطن وبيونغ يانغ حول برامج نظام كيم جونغ أون الصاروخية. وكان ترامب قد فاجأ العالم هذا الأسبوع بتوجيه رسالة جريئة إلى كيم جونغ أون توعده فيها بأن بلاده قد تواجه النار والغضب بشكل لم يعرفه العالم من قبل. ولاحقا أعلنت بيونغ يانغ أنها تبحث توجيه ضربة صاروخية قرب قاعدة أمريكية في جزيرة غوام في المحيط الهادئ. سيغيب نجم ريال مدريد الكرواتي لوكا مودريتش عن مباراة كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة يوم الأحد المقبل بسبب تعرضه للطرد في آخر سوبر محلي خاضه الريال وكان أمام أتلتيكو مدريد في عام 2014. وسيعود مودريتش في لقاء الإياب على ملعب سانتياغو برنابيو يوم الأربعاء المقبل. نهاية موجز، في أمان الله.